قصة نعمان عاشور، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج الله يرحمه الأستاذ يوسف مرزوق. كنت عاملة شخصية عيشة، كان مع كاست يحسدني عليه الناس كلها: عماد حمدي، يوسف شعبان، نبيلة السيد، مديح حمدي، محمود الجندي، ناس كتير قوي، شفيق نورتين، ناس كتير قوي اتعلمت منهم وسطيهم. كنت عاملة دور مهم جدا جدا. لما المسلسل اتعرض في مصر حسيت ان انا ممكن اكمل كممثلة. دي كبدايتي، ما بدأتش الطريق مفروش بالورد ولا حاجة أبدا، بدأت الطريق من أوله بأدوار صغيرة. قعدت 4 سنين أعمل مسلسلات محدش يعرفني في مصر خالص، كل المسلسلات اللي عملتها كانت في البلد العربية، ما تعرضش في مصر. لحد ما تعرض عيلة الدغري في مصر بدأت أحس ساعتها إن أنا ممكن أبقى ممثلة كويسة. مدام علي، أنا كمان بدي أرجع أطلب منك إنه نرجع بالذاكرة لوقت مضى. بدنا منك توصفي لنا معالي زايد الطفلة، كيف كانت؟ كيف علاقتها مع إخواتها، مع أصدقائها؟ كيف كانت تلميذة شقية؟ علاقتها مع والدها ووالدتها؟ أنا آخر إخواتي، يعني آخر العنقود زي ما بيقولوا. علاقتي بإخواتي علاقة طيبة جدا جدا. دلوعة زي ما بيقولوا، آخر العنقود. سكر معقول. بالظبط. شقية جدا جدا، كنت شقاوتي شقاوي صبيان، يعني عنيفة جدا في لعبي، يعني شقية، طفلة شقية جدا جدا. لكن عمري مثلا ما اشتركت في فريق تمثيل في المدرسة، كان كل اهتماماتي رياضة رسم، لكن كتمثيل الحقيقة كنت بكسف قوي أيام المدرسة أو الجامعة أو الكلام ده. لكن ما بدأتش خالص تمثيل أيام، لكن بدأت التمثيل بعد ما خلصت كلية الفنون الجميلة ودخلت معهد الفنون المسرحية. يمكن آخره اكتشفني الأستاذ نور الدمرداش، دي كانت بداية التمثيل. كمان بدنا نرجع للطفولة، علاقتك بالوالد والوالدة كيف كانت؟ علاقة طيبة جدا. أمي المرحومة أمال زايد غني عن التعريف، كانت مشهورة بالأم المصرية بدور أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ. أبويا لواء من الضباط الأحرار، لواء عبد الله من الباوي. أنا يمكن أخدت لقب زايد من عيلة أمي كاستمرار لاسم زايد، لكن أنا اسمي معالي عبد الله أحمد من الباوي. علاقة طيبة جدا جدا. أبويا ربانا على الحزم والصرامة والصراحة والقوة والاعتماد على النفس. مين اللي اكتشف الجانب الفني لحياه معالي زايد؟ هل انت اكتشفتي الموهبة بنفسك؟ وإذا كان هذا صحيح، مين اللي دفعك وشجعك وقف جنبك؟ أقول لك، الأستاذ مطيع زايد ومحسن زايد من عيلة أمي. محسن زايد سيناريست معروف، عمل كثير من أفلام عمل عيلة الدغري طبعا، وعمل حمام الملاطيلي، وعمل قلب الليل، واسكندرية لي. سيناريست معروف جدا جدا. اكتشفوا ومطيع زايد اداني أول فرصة لي في التمثيل في عيلة الدغري، فدي علاقتي بيهم، ان هم أهلي في نفس الوقت ادوني فرصة. يعني ممكن نقول ان نشأة حضرتك في عيلة فنية زي ديت هي اللي نمت جوا حضرتك حب الفن والتمثيل وكده؟ حب الفن نما جوايا من وانا صغيرة، لان انا لقيت نفسي مولودة في عيلة فنية. امي الله يرحمها، وخالتي جمال زايد، وجوز خالتي محمد الديب، وابن خالي مطيع زايد، ومحسن زايد، ومختار زايد الله يرحمه. غصب عني لقيت محاطة بجو فن، فعايشة جو الفن. يمكن كنت وانا صغيره بشوف الفن حواليا، لكن ما كنتش عايشاه. يعني انا كمعالي ما كنتش عايشاه، لكن لما جيت امثل يمكن استرجعت المخزون اللي جوايا فطلع على الشاشه، لكن ما مارستوش في اثناء حياتي كتلميذه او كطالبه في الجامعه.
مارستوش أبدا. يعني في الصغر حضرتك ما مثلتيش خالص؟ خالص، كانت اهتماماتي رياضية بحتة، ان انا العب السباحه، العب باسكت بول، احب الرسم جدا جدا، ما تصوريش قد ايه. لكن كتمثيل لا، ما كانش لي في التمثيل. وبدا التمثيل مع حضرتك من سن كام؟ لا، من بعد ما ابتديت تمثيل. انا دخلت فنون مسرحيه بعد ما خلصت الجامعه. بدأت مثلا، عشان لو أقول لك مثلا الله يريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد فعلا. يعني أنا دخلت فنون مسرحية عشان عايزة أخش نقد فني، أخش كصحفية تمثيل. لا خالص. فلما الأستاذ نور دمرداش عرض علي العمل كدور صغير ثلاث حلقات إن أنا أشتغل فيه في مسلسل الليلة الموعودة، كان مع الأستاذ محمود مرسي وكريمة مختار، وأول مسلسل وأول ممثل مثلت معاه كان الأستاذ صلاح السعداني. أول شوط في أول حياتي أمثل معاه كان الأستاذ صلاح السعداني في مسلسل الليلة الموعودة ده. كنت لسه مش حاسة يعني إيه تمثيل، ولا عارفة يعني إيه كاميرات، ولا إيه إضاءة، ولا إيه صوت، ولا حاجة خالص. فتفضل مشكور مستحملني في المسألة دي خالص. فكانت كبداية يعني، لو ما كنتش حسيت ان انا ممكن، او كان حواليا شجعوني، يمكن ما كنتش استمريت كممثلة. لكن فعلا ربنا وقفني ولاد الحلال اللي شجعوني، وان انا بقيت ممثلة بمخزون الخبرة اللي انا عشتها من غير ما احس حواليا، وبحب المهنة انها مهنة هايلة جدا، مهمة جدا، بتطلع كل الطاقة اللي جوايا من غير ما احس. اللي عرفت معالي زايد من خلاله انه هي ممثلة، المسرح ولا التلفزيون؟ التلفزيون. التلفزيون طبعا، التلفزيون قام معايا بدور المنتج، مش معايا انا لوحدي. احنا كنا جيل، انا وليلى، ليلى علوي والهام واسعار، احنا جيل واحد كلنا. اما انا بدور المنتج اللي قدمنا وتعلمنا فيه وعرفنا بالجمهور وادانا فرصه، مش عايزه اقول لك اتعلمنا التمثيل في التلفزيون من بعد مسلسل دموع في عيون وقحه مع الاستاذ عادل امام واخراج الاستاذ يحيى العالمي. بدات زي ما تقول اترقيت، بقيت نجمه سينما، بدأت أخد فرصتي في السينما كممثلة. فعالم جديد فتح قدامي. مش قادرة أقول لك كان سعيدة قد كنت سعيدة قد إيه إن أنا أبقى نجمة سينما، أفيشات في الشوارع، ناس بتقطع بتذاكر وتخش لك السينما. إحساس جميل 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 جدا. مدام علي، الوقوف أمام عادل إمام مثل ما بيقولوا له حسابه، وخاصة إنه بمسلسل دموع في عيون وقحة مثلتي دور فتاة بسبب العدوان والقصف بتفقد بصرها. بالظبط. نحكي شوي عن هذا الدور. ايه الدور ده كان فرصة عمري. طبعا ان انا قدام نجم كبير جدا جدا زي عادل امام. سيناريو صالح مرسي، قصة من المخابرات المصرية، اخراج الاستاذ الفنان الكبير قوي 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 المخرج استاذ يحيى العالمي. كان فرصة بالنسبة لي ان انا لازم انتهزها ولازم انجح في الدور ده، بتشجيع الحقيقة من الاستاذ عادل والاستاذ يحيى. درست حالة، رحت معهد النور والامل ودرست حالة حديثة العمى نتيجة حادثة. لا يعني انا اسفة جدا هتكلم عن الحكاية دي، ان العمى بيختلف نتيجة مرض، نتيجة عمى من الصغر، نتيجة حادثة، كل عمى بيختلف عن طريقته، سبحان الله. فعلا درست حالة اسمها شخصية فردوس، دي اللي درستها. قعدت معاها أسبوع، شفتها بتتكلم ازاي، بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتتعامل ازاي. عارفة زي ما تكون شايفاكي من ورا إزاز مغبش كده، إزاز بالظبط، تحس إنها سمع الصوت لكن بتكلمك، وحاسه باتجاه صوت لكن بتشوفك مثلا في ودنك، مش مركزه عينيها
في عينيكي زي ما انا شايفاكي دلوقتي. شخصيه صعبه جدا جدا جدا، كان لازم اركز فيها وانتهز الفرصه اللي لا يمكن افوتها عشان ابقى نجمه كبيره قدام عادل امام، ابقى استاهل البطوله قدامه. فتحت لي باب السعد الشخصيه دي، انا ركزت فيها كويس جدا، فتحت لي باب السعد. انا رحت بعد كده للسينما، عملت فيلم الفرن، شقة من حق الزوجة، حاجات زي كده. من خلال حديثك فهمت انه معالي زايد بتفرغ وقت كبير لتدرس الشخصية، او شخصية بتستحوذ من اهتمامك. كل الشخصيات هيك ولا الشخصية المميزة بس؟ انا معرفش امثل اذا كنت حابة شخصية، معرفش. عارفة لو انا مش حابة شخصية كأنك جايبة واحدة من الشارع تقول حطيها قدام الكاميرا. انا معرفش امثل اذا كنت حابه شخصيه. انا اساسا مش ممثله، انا بحس كويس قوي 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 الموضوع، بحس الشخصيه كويس قوي واصدقها، اتعايش معاها، احس بيها ماشيه بدمي، ماشيه مش في دمي، فوق جلدي فعلا، يعني احس بيها فعلا ماشيه فوق جلدي. مجرد ما البس الهدوم بتاعتها واستعد واخش اللوكيشن او مكان التصوير، احس ان انا فلانه، فوزيه او فاطمه او اي شخصيه بعيشها، بحسها فعلا ان انا فلانه. لو انا حسيت ان انا معالي للحظه، عمري ما هتلخبط في الكلام، هتلخبط، مش هعرف امثلها. اي شخصيه لقيتي فيها نفسك اكتر؟ لقيتيها قريبه منك اكتر؟ اي شخصيه؟ شخصيه عزه فهمي اللي انا بمثلها دلوقتي في مسلسل الحاوي، مع فاروق الفيشاوي والهام شاهين، سيناريو محسن زايد واخراج يحيى العالمي. دي اخر شخصيه بمثلها دلوقتي. شخصيه مليانه متناقضات، يعني انا بستعجب فعلا ازاي محسن زايد جمع هذا الكم من المتناقضات في هذا الشخصيه. طيبة جدا وشريرة جدا ورقيقة جدا وشرسة جدا وعنيفة جدا وطموحة جدا وغلبانة جدا. كل الشخصية، كل المتناقضات اللي بقولك عليها دي متجمعة في شخصية واحدة، فهي أنا شخصية كمعالي زايد مليانة متناقضات. فبحس إن عزة فهمي دي هي معالي زايد. معالي زايد بفترة من الفترات انحصرت بأدوار بنت البلد، ليه؟ أنا مش زعلانة من حكاية أدوار بنت البلد. أنا شخصيا أصل بيحصل مفهوم خاطئ في أدوار بنت البلد بطريقة مثلا فولكلورية. هل هي بنت البلد اللي هي ذات الطابع الواحد، اللي هي بالمنديل بقوية وبرقع وملاية لف وشبشب، ولا هي بنت البلد المصرية اللي هي بتلعب أشكال مختلفة، الطبيبة وست البيت والدكتورة والمهندسة المهن المختلفة. أنا بنت البلد المصرية اللي في كل قطاعاتها وكل مستوى تعليمها وكل اجتماعياتها وكل حاجة. هو ده يبقى أنا نجحت. لو أنت بتقولي عليا بنت البلد المصرية، يبقى أنا نجحت في إني بلعب 1000 شخصية ل1000 بنت مصرية. أنا بلعب 1000 وجه، 1000 وجه ل1000 ست مصرية. طيب مدام معالي، احنا شفنا حضرتك قبل كده في أدوار كتير قوي كوميدي وكلها الحمد لله نجحت ولقت إعجاب كتير من المشاهدين، يعني ليه دلوقتي مش بنشوف لحضرتك حاجات كوميدي؟ لا، الكوميدي ده موجود لكن انا مش ممثله كوميدي ولا ممثله فرسير. انا ممثله دم خفيف بس، يعني يمكن تقولي عليا الكلام بيطلع من بقي دمه خفيف، لكن مانيش ممثله كوميديه، مانيش ممثله فرسير، لكن ممكن الكلام يطلع مني دمه خفيف. لكن مانيش متخصصه في شيء. انا اعمل كل الحاجات، يعني جوكر، ممثلة جوكر تلعب كل الحاجات وناجحة في كل الحاجات. الله يخليك. معالي، طالما حكينا شوية عن الشخصيات وحكينا شوية عن الكوميديا،
اشتغلتي مع شخص بعيد عن الاضواء كفنان كبير بس كانسان ما حدش بيعرف عنه شيء اللي هو الاستاذ عادل امام. ايوه. بدنا تحكي لنا شوي عن تجربتك انت وياه وكيف هو كشخصيه كانسان بالتعامل بطريقه تعامل مع الناس. جميل جدا، جميل جميل حقيقي عادل. يعني انا افتكر ان اول مشهد اشتغلت معاه فيه كان في مسلسل دموع في عين وقحة، كنت خايفة جدا، كلام مش طالع في بقي، درجة حرارتي صفر، مرعوبة قدام ممثل كبير قوي قوي وبلعب دور مهم ومخرج كبير وسيناريو صعب وكده يعني. فما انساش الحقيقة لولا وقفة عادل والأستاذ يحيى العالمي معايا أنا يمكن كنت بطلت تمثيل. يعني دي كانت فعلا فرصة عمري في المسلسل ده. فأول مشهد أنا فاكراه ما انساهوش، اللي هو مشهد كان بعد العمى وعادل المفروض جاي بيقول لي أنا هتجوزك وأنا بحبك وحاجات زي كده. مش قادرة أقولك الكلام، مش طالع، مش طالع من الرعب. فما انساش اليوم ده الاستاذ عادل امام حس بيا والاستاذ يحيى العالمي، فراح الاستاذ يحيى العالمي فتح التوك باك وقال معالي انت ممثله كويسه قوي وانت مكسب المسلسل واحنا فرحانين بيكي كلنا. فلقيت نفسي دموعي نازله، فالاستاذ عادل راح قايل طب طفوا النور شويه شويه وراح فعلا ابتديت احس ان هو اتكلم معايا بقى وخدنا على بعض واحس ان هو جمعه الشوان مش عادل امام. انا بتعامل مع جمعه، ابتدي احس ان انا جمعه الشوان. فتتاخد عليه شويه 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 شويه، نسيت بقى ان ده عادل امام، وقال لي انسي خالص حكايه عادل امام دي خالص، انت قدام شخصيه جمعه الشوان، بلاش تقولي لي عادل حتى في بين الكواليس، قولي لي يا جمعه الشوان. فطبعا مش قادره اقول لك دي شجعتني قد ايه وساعدتني قد ايه، ودي علمتني والله ان انا لما اكون قدام ممثل او ممثله جديده يمكن يبقى راهب الموقف او انه قدام ممثل كبير ان انا اخد بايده مش عيب، وساعده واقف جنبه. وعلى طول على طول مش قادرة أقول لك يا أسامة إن أنا على طول بفتكر اليوم ده عمري في حياتي لما يبقى عندي 100 سنة ما هنسى اليوم ده اللي كان فعلا في مصيري. إن أنا يمكن لو الأستاذ عادل أو الأستاذ يحيى أخدوا موقف غير كده أنا يمكن كان مسار حياتي اتغير خالص. كان ممكن أتعقد، كان ممكن أخاف، كان ممكن ابقى حاجه تانية خالص غير معالي زي. طيب مدام معالي عم تقولي انه مش عيب الواحد ياخد بايد حدا من الممثلين بالزبط اللي بعدهم باول طريق. بالزبط. معالي زايد ساعدت مين من الممثلين الناشئين؟ والله اي حد بيقف قدامي، ما يعني اي حد جديد ممكن يبقى عنده رهبه الدور، عنده رهبه ان هو لسه ما عندوش خبره، انه واقف قدام معالي زايد ما تتصوريش. على طول بفتكر اليوم ده ان انا اكون واقفه قدام، يعني انا مثلت قدام الاستاذ شفيق الروتين، قدام عماد حمدي، قدام ناس مدام زوزو نبيل، ناس كتير كبار جدا ساعدوني وقفوا جنبي. بفضلهم انا بقيت معالي زايد. بفتكر الايام دي واحاول ان انا اقول له انسى خالص وخليك ريلاكس وانت الشخصيه وانا فلانه، خد من عينيا التعبير، الممثل عينين مش صوت ولا وش جميل بس، ممثل عينين بتعبر. بحيث انك انت لو وطيتي الصوت في التلفزيون تقدري تعرفي الممثل بيقول ايه من خلال تعبير وشه من غير هتسمعي صوته، بدليل انك انت ممكن تتفرجي على فيلم اجنبي انت ما بتعرفيش لغه مثلا، بتقدري تعرفي الاحداث
أو الممثلة دي بتقول إيه من خلال تعبير وشها من غير ما تعرفي هي بتقول إيه، حتى لو ما بتوجديش الفرنسية أو الفرنسية أو الأسبانية أو أي لغة هي بتتكلمها الممثلة، بتوصل لك التعبير من خلال تعبير وشها وعينيها. فالممثل عينين، الممثل عينين من خلال إنه بياخد من تعبير اللي قدامه، من عينين اللي قدامه بيقدر هو يعبر. طيب إذا بدنا نحسب رصيد معالي زايد الفني تلفزيونيا وسينمائيا ومسرحيا، قد ايه بيطلع معنا المجموع؟ يعني تقدري تقولي سينمائيا مثلا حوالي حاجه و30 فيلم، والله ما حسبتهم تصدقي، يعني تقدري تقولي مثلا حاجه 36 فيلم تقريبا، تلفزيونيا حاجه و20 مسلسل ما حسبتهمش، مسرحية حوالي 3 مسرحيات بس. من المعروف انه معالي زايد بيميزها ضحكتها اللي ما بتفارق وجهها، بس حكينا عن العيون وتمييز الفنان بعيونه، في حزن بعيونك رغم ضحكتك بيظهر بشكل واضح، شو سببه؟ حزم بعيوني؟ حزن. حزن. لا ما حسيتهاش. لا حزن. لا كتير ناس مش عارفه حضرتك شفتي، لكن لا حزن لا. انا اقدر يعني بصي الممثل بيقدر يتحكم في عضلاته، دي نجاحك يا ممثله، انك بتقدري تتحكمي في حواسك، في كل حواسك، في تعبير عينيكي، في عضلات وشك، في كل حاجة، في كل أحاسيسك. دي يمكن مسألة مرهقة قوي 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 كممثلة، إنك في خلال اليوم كتمثيل ها بتزعلي وبتضحكي وبتفرحي وبتصوري وبتغضبي وبتعملي كل الأحاسيس في خلال يوم واحد من خلال تمثيلك لشخصية فلانة، بتمارسي كل الاحاسيس اللي ممكن تمارسيها، فبتبقى احاسيسك تحت ايديك. دي مساله مرهقه جدا مش سهله، انك تقدري في ما بين ربع ساعه وربع ساعه تبقي من زعلانه جدا ودموعك نازله وسايره جدا، وتقدري تبقي فرحانه او تبقي بتحبي او تبقي بت 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 بتعملي اي احاسيس، بتلعبي على لعبة الإحساس ها؟ فتبقى مسألة صعبة جدا جدا ومرهقة جدا. يمكن بروح بالليل مش قادرة أقولك أعصابي بتحرقني، لأني لعبت على كل الأحاسيس اللي ممكن يمارسها إنسان، فمسألة مرهقة مش سهلة جدا جدا. فتعبير عينيا يمكن دلوقتي جايز، لكن هي بقدر اتحكم فيها، ان اقدر ابقى اخلي عينيا فرحانه، اخلي عينيا زعلانه، اخلي عينيا بتحب، اخلي عينيا حيرانه. دي مساله انا بتحكم فيها كممثله، لكن في حياتي العاديه بتبقى حاجه تانية خالص. بس لا سمح الله، بحال في حزن بحال دلوقتي؟ لا بحياتك العاديه وعندك دور بتاديه، تقنيتك بتغلب على احساسك الخاص وبتادي الدور بنفس يعني نفس المزاج او نفس النوعيه زي ما تكوني مرتاحه مثلا؟ لا لا ما لهاش علاقه خالص يعني بحياتي الشخصيه، بتنفي كليا معالي دي نهائي انساها خالص، يعني خالص، لدرجه مثلا ساعات انا بدور على معالي. حصل يعني شي حادث كنت مثلا لا سمح الله حزينه كثير وجيتي؟ بفتكر حاجات حصلت لي طبعا طبعا، يعني ايه يعني انت تكوني اوريدي جاي من بيتك وعندك، يعني انا مثلا جاي من بيتي لا سمح الله حاسه ان انا حزينه، او افتكرت حادثه معينه في حياتي فحاسه ان انا حزينه، وفجاه بالمخرج يقول لي لا انت المشهد الاولاني مشهد رومانسي، لازم على طول اروح ماسكه احساسي ده قلباه كده زي الشراب، واخد بالك قلباه كده، وروح مجهزه احاسيسي للرومانسيه. شغلانه صعبه مش سهله على فكره، بمنتهى الصعوبه مهنه التمثيل دي جدا جدا، يعني اقلبه كده واروح على طول مجهزه احساسي للرومانسيه،
من الرومانسية انت مشهد مثلا بتصوتي او مش عارف ايه، فبتروح عامل مش عارف بتمسك احساسك تقلبه كده وكده وتجيبه كده وتعمله كده زي العجينة، انت عارف ازاي؟ فبتخلص في نهاية اليوم فعلا بحس ان اعصاب مخي بتوجعني، لكن ببقى في النهاية مستمتعة واقعد افتكر انا عملت المشهد ده، يا خسارة لو كنت عملت كذا، يعني برضو مش راضية على اللي انا عملته يعني. طيب عايزين نعرف الحب في حياة معاني زي المثلية. مش حد يقدر يعيش من غير حب نهائي. الحب ده شيء جميل واحساس يحسسك انك عايشة، بتحسي بوجودك في احساس الحب، شيء جميل جدا جدا انك تحبي، انك يبقى لسه عندك قدرة على العطاء وعلى الحب. طيب ومعاني زايد لحد دلوقتي هل لقت الراجل المناسب اللي يدخل حياتها ولا لسه؟ لو لقيته مش هعتقه. لو شخصيا انا عني لو لقيته مش هعتقه هكلبشه على طول. نحن رح نساعدك بس اعطينا شوية مواصفات كيف معالي زايد بتشوف الرجل المثالي لمعالي زايد. يعني اقول لك يبقى راجل، يبقى صادق، يبقى امين، طموح، ذكي، ناجح، يآمن بكفاحي، لان طبعا حكاية ان راجل عادي يرتبط بانسانة مشهورة دي مشكلة في الشرق، في رجل الشرق، مش مشكلة انك يبقى راجل عادي ممكن يبقى ناجح في شغلته، ولكن احنا كممثلات بنطلع في الجرايد وبنطلع في التلفزيون ومشهورين، والناس بتشاور علينا والناس بتحبنا، وده مش بيبقى نتاج شيء غير نتاج كفاح سنين، انك يعني انا بقالي 20 سنه بشتغل، واخد بالك؟ بقالي 20 سنه بكافح عشان الناس تعرفني، عشان الناس تحبني، عشان الناس تثق فيا، عشان يقولوا ده انت عملتي عمل فلان، ده انت فاهم 20 سنه بيديهم من عمري عشان اعمل ده، فما يجيش واحد يستهون بكفاحي، لا انا عايزه راجل يفرح بيا، يفرح باللي انا عملته ده، ان ده نتاج كفاح 20 سنه يفرح بنجاح عشان اوصل للي انا فيه ده، ما يستهونش بيه. فطبعا ان انا اخرج معاه فالناس هتشاور عليا، فالناس هتبص، فعايزه راجل خاص بصراحه يبقى نازل من القمر عشان عشان ما يتضايقش او ما يغيرش او حاجه زي كده، ان يعرف ان طبيعه مهنتي صعبه، ان كلها موديات، ان انا في اليوم الواحد بمر باكتر من مود غصب عني، غصب عني بحط تحتيها مليون خط، حتى لو ما عنديش شغل انا اتعودت في خلال اليوم ان بمر بكذا مود وانا بمثل، فرح، الزعل، الحزن، الكبرياء، مش عارف ايه اللي هو المود اللي انا بمثل فيه، الشخصيه اللي انا بمثل فيها، فغصب عني مثلتها ومثلتش انا بمر بالمود ده، انا اتعودت ان امر بالمود ده في خلال اليوم، مثلت بقى وما مثلتش انا في المود ده، واخد بالك؟ فبتبقى مسألة صعبة جدا على أي راجل إن يستوعب ده. مدام معالي حضرتك كنت مرتبطة سابقا، هل تم الانفصال لأنه المواصفات الرجل اللي حكيتي عنها ما كانت متوفرة بهذا الشخص؟ لا والله أصل أنا مش يعني بتبقى مسألة اسم ونصيب، ما اتفقناش، فطبعا أنا هو صادق مع نفسه وأنا صادقة مع نفسي، ف يعني بتهيألي الانفصال بيبقى احسن حل، احسن الاستمرار، احسن من الاستمرار في كدبه ملهاش معنى. طيب لو كان الرجل اللي احنا عم نحكي عنه معالي زايد ممكن تتعايش معه، او هذا الرجل اللي ممكن معالي زايد تنظر له، ممكن يكون هيك بيحمل هاي الصفات اذا كان من الوسط الفني ممكن يتاقلم؟ والله لو مش وسط الفني، لو كان بقول لك في المريخ، واخده بالك؟ يعني اصل الوسط الفني زي اي وسط، هو الرجل رجل، المهنة دي ملهاش دعوة، أنا ما بيتقفل عليا باب أنا وهو، ببقى ست وراجل إن شاء الله يا رب ملكة وملك.
بيتقفل عليهم باب يبقى ست وراجل، ما لهاش علاقة بقى المهنة ايه، واخد بالك؟ فبتبقى بنبقى زي ما اقول لك متعريين قدام بعض، واضحين بقى قدام بعض، ما تبقاش انا نجمة فلانة ولا انا عفريت فلان، لا خالص، بتبقى راجل وست، حواء وآدم. يعني المطلوب من الرجل اللي بده يقدم راحة بال لمعالي زايد وتفهم لمعالي زايد وتقدير ظروفها، معالي زايد كيف بتبادله هي كست؟ يعني كيف بتعبر عن احساسها كامرأة تجاهها؟ بس انا مش امرأة واحدة، انا 10 ستات في بعض. مصيبة دي، مصيبة فعلا. انا مش ست واحدة، انا 10 في بعض، يعني حيلاقي زنوبة على أمينة على فاطمة على يعني هي 10 ستات في بعض، فازاي بقى يستوعبهم؟ دي ربنا يكون في عونه، يعني بده يبذل مجهود أكتر ما أنت تبذلي مجهود. لا والله ده يبقى محظوظ، مع مش هيحس بملل. مش ممكن تكوني أمينة في الثلاثية؟ ليه لا؟ الراجل على فكرة الشرقي بيميل قوي 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 لشخصية أمينة، من حقه، لكن مش دايما، مش أمينة بالشكل الفلكلوري اللي هي، برضو الراجل بيحب ست تناقشه، بيحب ست ما تهودوش، تناقشه، تعارضه، تصاحبه. أنا محتاجة صديق يبقى زوج، لكن مش راجل يشتغل مهنة الزوج. أنا محتاجة صديق، صديق دي 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 حط تحتيها مليون خط، صديق وزوج. وصلت للمرحلة وللسن ان انا بقى محتاجة صديق لكن يبقى زوج. مدام معالي، شو رأيك ننتقل من الحديث عن الحياة الشخصية وراجل وست وهذه القصص ونرجع لمسيرتك الفنية؟ فيلم الجحيم اللي هو اثنين كان من اوائل الافلام اللي تمثلت تحت المي. منحب نعرف شوي، بما انه كان بعدها تجربه جديده، منحب نعرف شوي عن هيدي التجربه. هي تجربه لذيذه جدا جدا. انا لو اقول لك مثلا كنت حموت في الفيلم ده. يعني مثلا انا بعرف سباحه كويس جدا، بحب السباحه، فانا ما عنديش فكره ايه السباحه وايه الغطس، فاعتمدت بالفهلوه كده على حته الغطس ان هي زي السباحه. فافتكر اول مشهد عملوا لي ايه، حطوا لي لبس الغطس ونفخوني ولبسوا لي حاجات في رجلي وكده، فانا واخده على السباحه عادي، فكل ما اجي اسبح الاقي نفسي بنزل تحت الميه، اسبح الاقي نفسي بنزل تحت الميه. والمخرج الاستاذ محمد ابو السيد بيشاور لي يلا تعالي، وانا اقول له مش قادره خلاص، بنزل بتخنق تحت الميه، وهو بيقول لي تعالي عشان بداية التصوير المفروض ان انا اعدي من قدام غواصة واعمل كده لسمير صبري ان انا شايفاه. فاتضح ان السباحة عكس الغطس خالص، فطبعا انقذني الغطاس اللي كان موجود اللي هو معلمني يعني الغطس، فكانت مسألة. فيمكن بعدها اخدت كورس في الغطس وعرفت انه بعيد تماما تماما عن حتة السباحة، ده حاجه لوحدها خالص، انا خدتها بالفهلوه كده في الاول. طيب بعض الممثلات احيانا بيضطروا يظهروا على الشاشه بادوارهم بلا مكياج. حصلت معك؟ ما خفتي انه هالشيء ياثر على جمهورك؟ لا 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 خالص، انا عموما ما بستعملش مكياج كتير الا لو كنت طالعه في ادوار معينه يعني، لكن ما بحبش انا المكياج الكتير، لانه بتحسي انك في عازل بينك وبين الممثله اللي قدامك. لكن قله المكياج بتبقى كويسه، لكن لو معاكي مدير اضاءه كويس، يمكن بره قدروا يوصلوا الحكايه دي، ما فيش ميك اب خالص، لكن في عندك مدير اضاءه كويس، في عندك الظبط التسيو او الحاجات اللي بيظبطوا التنعيم والحاجات اللي زي كده على البشره، بتعالج اي ديفو في الوش او اي حاجه في الوش.
دي مسألة والله بتبقى مريحة جدا بالنسبة لي أنا كممثلة، أنا بحب وش يطلع زي ما هو، هو دي خلقتي بقى إذا كان عاجبكم يعني. طيب تتذكري شيء من الأدوار اللي قمتي فيها بلا مكياج؟ أقول لك يعني مثلا فيلم المتهمة كان من غير مكياج، فيلم السادة الرجال كان من غير مكياج، فيلم جحيم 2 كان فيه المشاهد اللي هي تحت المية كانت من غير مكياج، أدوار كتير والله كانت فيها مش مستعملة مكياج ونجحت يعني كويسه، بالعكس بتحسسك انك قريبه جدا جدا من الناس. في فيلم السادة الرجال ساعه ما طلب من معالي زايد انها تقص شعرها. دي حكايه تانية. شو تعليقك على هاي الحكايه؟ الفيلم ده كان ليه حكايه. اولا طبعا ان انا اطلع دور راجل، وراجل راجل بجد، مش ست عامله راجل ويعني كده وكده، لا راجل بجد يعني. دي كانت طبعا فرصه جريئه جدا من الاستاذ رأفة النيه بالنسبه لي ان انا اعمل دور راجل، فلكن وانا كنت اياميها مشهوره بادوار بنت البلد زي ما بتقولي لي وكده، فكانت مساله حلوه ومجازفه، لكن كان اقص شعري والبس راجل وابتدي اعيش في الدور قبل ما ابتدي الشخصيه كممثله بحوالي شهر، اخرج اروح اجي اتعامل مع الناس وانا لسه ما بداتش تصوير، امشي مشيه رجاله، امسك السيجاره بطريقه رجاله، مش عارف ايه حاجات، اعيش مع الدور. مش بس عشان نسوان يعني، عشان نسوان وراجل. دي حكايه، دي مشكله، دي فلقيتها غريبه جدا واحلق شعري، فمساله مريحه بيني وبينها في ثلاث دقايق تلاقي نفسك في الشارع. مساله ايه مريحه جدا جدا جدا. والدور ده الحمد لله ربنا وفقني فيه وخدت عليه جايزه احسن ممثله في السنه بتاعتها الحقيقه يعني. شو كلمه نجمه بتعني لك يعني؟ لانه تقييمها بالنسبه للفنانين بيختلف احيانا، الناس بيقولوا العجب، الناس بيقولوا الرضا عن النفس، يعني ما اعرفش انت كيف بتقيمي كلمه نجوميه؟ والله النجومية دي أصلها بيحددها حجم حب الناس ليك، وهم اللي بيطلقوا عليك ده. أنا اللي عليا بعمله إن أنا أمثل حلو وأحب عارف المهنة الوحيدة اللي لو اديتها بتديلك من غير حساب. حب التمثيل هيديلك إيه؟ هيديلك حب الناس، ثقتهم فيك، هيديلك شهرة، هيديلك أدوار حلوة تحقق فيها ذاتك، هيديلك فلوس تشتغل كويس تكسب كويس، واخد بالك؟ هيديلك مش حب الناس في مصر بس، زي ما انت شايف حضرتك العالم العربي كله. فكلمة نجمة دي كلمة كبيرة مش سهلة. نجمة يعني سطعة في العالم كله، لكن كلمة نجمة اللي تطلق على أي حد دي أوانت، واخد بالك؟ لكن اللي هي بيحددها الناس كلها، اللي بيحكم عليك الناس بيها، الصحافة والجرايد والدنيا كلها، هي دي اللي بتقول لك أنت نجم يا أخي، إحنا بنحبك، كل العالم العربي بيحبك، فأنت نجم مش على مصر بس، لا على العالم العربي كله. بس هذا بنفس الوقت بيوضع عليك شوية قيود يمكن بتصرفاتك، بتعاملك مع الناس ولا لا؟ لا يعني بضل معالي زايد هي معالي زايد طبيعية يعني، كانت نجمة ولا مين؟ بص لو فقدت طبيعيتك فقدت جزء كبير جدا جدا من نجوميتك ومن حب الناس لك. في لينك كده بين الناس وبينك، لو انت اتغيرت يلا السلام، لو انت حسيت بشوية غرور سلام عليكم، واخد بالك؟ لكن لو انت فضلت زي ما انت ولسه تتعامل مع التمثيل كانك بتبتدي لكن ما عندك خبره، يعني انا كل دور بمثله كاني بمثل لاول مره، بخاف وبقلق ويحصل لي مغص وحس اني مش عارفه امثله ومش قادره اقول لك يعني، يسال في هذا المخرجين اللي بتعامل معاهم، فعلا بخاف مش قادره اقول لك ازاي، كاني اول مره بمثل. لكن وانس دخلت اليوم الاولاني عدى، خلاص بحس بقى بستخدم بقى خبرتي في التعامل مع الكاميرا، في التعامل مع الاضاءه، في التعامل
خبرتي بقى من خلال 20 سنة. لكن وانس ان انا حسيت ان ايه يعني الدور ده حاجة بسيطة ولا هنجح، صدقني هفقد كتير قوي قوي. طيب في فترة حضرتك غبتي شوية عن التلفزيون وركزتي مجهودك في السينما، ده لانك بتحبي السينما اكتر من التلفزيون ولا؟ لا يعني اقدر اقول لك السينما بتبقى ترقية، عارفة زي ما تكوني عسكري وتلاقيتي ظابط، ترقيتي بقيتي ظابط بالظبط كده. حلم اي ممثل ان التلفزيون بيلعب معانا احنا او لعب معانا كجيل، ان احنا جيل تلفزيوني قدمنا وعرفنا بالناس وخدنا اسم منه. لكن السينما بتبقي حلم انك تبقى اسمك على السينما وافيشات والناس تقطع تذكره وتجيلك وحاجات حلوه قوي قوي. فطبعا كان لازم اركز في السينما لاني عايزه ابقى نجم السينما، واخده بالك، وامثل مع الناس بتوع السينما، نور الشريف وعادل امام واحمد زكي ومش عارف محمود ياسين وحسين فهمي وناس كتير حلوه قوي قوي. فطبيعي كده نركز مواضيعي كلها في السينما عشان عايزه اركز ابقى نجم سينما كبيره جدا واحقق ده. طيب احنا طبعا عارفين دلوقتي بنتكلم عن ازمه السينما كتير، حضرتك تعتقدي انه ارتفاع اجور الممثلين مثلا هو وراء ازمه السينما؟ لا يا روحي لا، اصل انت عندك ازمه صناعه. ازمه صناعه دي ما تجيش في حاجه واحده، صناعه السينما، ازمه توزيع وازمه انتاج وازمه معامل وازمه توزيع وازمه صناعه السينما. ولعلمك الصناعه دي اللي بتدخل 100% دخل للبلد، عمله صعبه، الصناعه الوحيده اللي بتدخل 100% عمله صعبه للبلد. لكن الواحد يمكن بقالنا بتاع 10 سنين بنتكلم في حكاية أزمة السينما وأزمة الرقابة. قوانين الرقابة عندنا مطاطية، ما هيش محددة إيه الممنوع وإيه المش ممنوع، ده حسب المزاج. لكن ما فيش حاجة محددة بتقولك كوباية الليمون دي ممنوعة فما تجيش في كوفو ولا فيلم كوباية ليمون، لكن أسيبها في فيلم وأحطها في فيلم دي مشكلة تانية، واخدة بالك؟ فإذا أزمة استوديوهات، أزمة كاميرات، أزمة كل حاجة، صناعة، واخدة بالك؟ فهي مشكلة. لكن مع القوانين الجديدة المفروض رئيس الوزراء بيناقشها، الواحد حاسس بشوية أمل وتفاؤل إن ممكن أزمة السينما تتحل. لكن ما هياش قايمة على أزمة أجور خالص. طب وأزمة التوزيع؟ طب وأزمة المعامل؟ طب وأزمة دور العرض؟ وأزمة الفيلم الخام وأزمة الأسعار التذاكر ودور الملاهي، واخدة بالك بتعمل معاكي إيه؟ أزمات 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 أزمات. أنا مش هقول عليها أزمات لأن الأزمة معناها إن ملهاش حل، لكن هقول مشاكل قبل الحل، لكن الأزمة دي ملهاش حل. طب إيه في رأي حضرتك ممكن يعني تدينا بعض الحلول يعني من وجهة نظر حضرتك؟ الحلول اللي هي قالها اللي هو ناقشها السيد رئيس الوزراء، واخدة بالك، اللي هي ان مثلا زي ما كانت زمان الدولة بتساهم في الانتاج، دلوقتي في بعض البنوك بتساهم في الانتاج، تخفيض المعامل، تخفيض سعر الفيلم الخام، تخفيض سعر التذكرة في دور الملاهي. ان انا مثلا ابقى التذكره 10 جنيه او اكسب مثلا 10 جنيه فالسينما تقاسمني في ال 10 جنيه، يبقى تاخد هي الخمسه وانا الخمسه، وانا لسه عندي دعايه واعلان و و و و وحاجات كتير قوي بسددها، فيبقاش انا بكسب، لا انا بشتغل عشان اسدد فقط، واخد بالك؟ وازمه الاستوديوهات كتير جدا جدا. انا شخصيا بقول ان الاستوديوهات لازم تتصلح، دور العرض لازم يزداد، لازم يزداد، ها تخف الضريبة، تخف الضريبة، الفيلم الخام لازم يتشال من عليه كل الجمارك اللي في الدنيا، اللي ده بيعود على جودة الفيلم وعلى جودة ان مثلا ممثل يغلط او عايز اجود انا في البتاع، فما بقدرش اعيد للممثل عشان خاطر الفيلم الخام سعره غالي، ما اقدرش اعيد، بيأثر على النوعية طبعا، وهي مشكلة عالمية أصلا، مشكلة عالمية. طب ليه الفيلم الخام ما يصنعش هنا؟ ليه؟ ها؟ ليه ما يبقاش في معامل خاصة؟ ليه يبقى في معمل واحد في مصر؟ ليه ما يبقاش في معامل خاصة؟ أكتر من معمل،
واخده بالك؟ التحميض ليه ما يبقاش فيه اكتر من مكان للتحميض؟ ليه؟ يعني هي عامله عمليه لو بدات في التصليح كله هيتصلح بعديها. حققت نجوميه على صعيد التلفزيون والسينما والمسرح، لو خيرتي بين هالثلاث اشياء شو بتختاري؟ يعني اقدر اقول لك والله ببساطه كده، التلفزيون ده عامل زي بيت ابويا. بيت ابويا اللي طلعت منه اتعلمت فيه وكبرت فيه وعملت اسمي فيه. السينما مثلا تقدر تقولي انها بيت العريس بالظبط اللي رحت له. بس مش مضمون. لا مضمون ليه؟ مش مضمون. لا مضمون طبعا. ما دام الموضوع جيد والكاست كويس ما فيش حاجه. الورق، الورق هو اللي بيحدد مضمون ولا مش مضمون. طيب المسرح بخاف منه، بحبه وبخاف منه، ما اقدرش اتواجد فيه كتير لان لازم ليه شروط وقوانين قاسيه، لو ما اتواجدتش بلاش منه. طيب على سيره الورق والشروط، انت معالي زايد بترفض نص متقدم لك؟ لو النص ده مش هيضيف لي شيء ملوش لازمه، ما يستاهلش التعب يعني خالص. وهل بترضى بدور عارض سابقا على احدى زميلاتك؟ والله اقرا الدور، يمكن هي ما شافتش فيه حاجه، انا شفت فيه حاجه، لكن ما فيش دور بيطلع انا قروبه اصلي. واخد بالك ما يطلعش دور من تحت ايدي ابدا، لو ما ينفعش يبقى انا بديها مقلب. لو هي خدته لو انا بديها مقلب، وحصلت كتير. معالي زايد، بعد هذه الشهرة والنجومية قدام مين لسه بتتمني توقفي؟ من الفنانين والمخرجين مع مين بتتمني تتعاملي لسه وما وقفتي معهم؟ لا انا اشتغلت مع معظمهم، مع كل الناس تقريبا، لكن كمخرجين انا ما اشتغلتش مع خيري، ما اشتغلتش مع محمد خان، ما اشتغلتش مع يوسف شاهين، دول لسه نفسي اشتغل معاهم. طبعا طبعا هيبقى اضافه ليا كبيره جدا جدا. ست معالي، قديش بتمثل معالي زايد في حياتها اليوميه؟ لا في حياتي العاديه ولا حاجه. مفيش تمثيل. استنى. ولا وجدت بظروف انك لا 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 تنجبر انك تمثل؟ لا خالص، انا بمثل دور لكن ملوش علاقه بيا، لا خالص خالص، انا لوحدي كده معادي. واللي يقبلني كده اهلا وسهلا. لو حبينا نقضي نهار معاك من غير شغل شو بنشوفك عم تعملي؟ يومي ظريف والله، مش وحش يعني، انزل اروح العب رياضه، العب سكواش، بحب انا اطلع الطاقه اللي فيا في سكواش، العب رياضه. انا ما عنديش شغال، احب اعمل الاكل بتاعي بايدي، ما اكلش الا اذا جوعت قوي قوي يعني، ممكن يبقى بالليل. اقرا، ارسم، اتفرج على فيلم، عندي لقاء زي ما انا معاكم دلوقتي. اليوم بيعدي كده، لكن ما لازم ما بقاش فاضيه، ما احبش الفراغ نهائي ولا دقيقه تبقى في يومي فاضيه. الفراغ ده قاتل جدا جدا لاي احساس واي موهبه. ودي نصيحه خدتها من الاستاذه فاتن حمامه، اما قالت لي ايه هواياتك وبتاع، فقلت لها كذا وكذا، قالت طب حاولي، قلت لها الرسم والرياضه، وممكن احب الطبيخ، احب اطبخ انا جدا، شاطره في الحكايه دي. فقالت لي حكايه ان انا مش لازم تبقي فاضيه نهائي، حاولي تنمي الموهبه بتاعتك في اكتر من حاجه. ما يبقاش عندك وقت، ان الفراغ قاتل قاتل، يخليكي تفكري في حاجات مش لذيذه خالص وضد الانسانيه نهائي خالص يعني. فدي اخذتها نصيحه منها يعني. معلش انا من خلالك يعني، بس عم حاول اتعرف على ست فاتن حمامه كمان من خلالك انت. خبرينا كيف هي ست فاتن حمامه، كيف شخصيتها من خلال معرفتك؟ والله يعني انا قعدت معاها الحقيقه مره واحده، كان في بمناسبه فيلم الساده الرجال، ان كانت نفسها تشوف الفيلم ده، ده كان عامل ضجه كبيره قوي في مصر، وطلبته مني. فطبعا ما اقولكش مثلا كنت رايحه اودي لها الشريط الفيديو، فما نمتش طول الليل من الفرحه، هقابل فاتن حمامه يا اخوانا.
يعني فات الحمام. ورحت تاني يوم الساعة 12 بالدقيقة ضربت الجرس، فتحت لي ست زي القمر فات الحمامة واستقبلتني، وقعدنا اتكلمنا على الفيلم وعلى السينما وعلى 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 وانتي ايه بقى، وكنت وازاي احافظ على جسمي وازاي امثل ولازم ابطل سجاير. بس انا عملت كل نصايح غير اني ابطل سجاير يعني، واخد بالك. فمن ضمن النصايح بتاعتها ان فعلا الفراغ ده شيء قاتل جدا جدا للانسان. الانسان لازم يكون عنده اكتر من موهبه. انا عندي موهبه الرسم، ان انا خريجه فنون جميله اساسا، بحب ارسم اطلع يعني. شوف التناقض اللي جوايا برضو، ان انا ما اعرفش امثل وانا زعلانه خالص، انسى لا يمكن ولا يطلع مني ولا كلمه. لكن في نفس الوقت ما اعرفش ارسم وانا فرحانه، ما اعرفش ارسم وانا فرحانه. لازم اكون في حال نفسيه سيئه جدا وعندي طاقه فظيعه جدا وعايزه اطلع الشحنه دي بالفرشه، زي ما اكون مستعمله فرشه زي سكينه جوايا بشخبط بيها على اللوحه بطلع الطاقه دي. يعني انت موهبتك بالتمثيل بتسيطري على مشاعرك، غير موهبتك بالرسم انك ما بتسيطريش على مشاعرك. فقعدنا نتكلم في الحكايه دي والقرايه والافلام والحاجات فكانت شيء بديع جدا جدا يعني، وحقيقه حتى نصايحها قدام عينيا وكمثل اعلى بالنسبه لي. طيب حضرتك قلتي ان الفنانين الكبار نصحوا حضرتك، طيب حضرتك تنصحي الفنانين الجداد او الوجوه الجديده بايه؟ أو انا مش هشتغل شغل مدرسه، واخده بالك، لكن فعلا هقول لك يعني ايام ما طلعنا انا وليلى والهام واثار كنا معانا كتير قوي طالعين، تصفت علينا احنا الاربعه. يسرى كانت سابقانا، شريهان طبعا صغيره بعدينا بشويه، احنا الاربعه طلعنا في وقت واحد كان معانا كتير يوم ما تعديش، واخده بالك. لكن صفت علينا ليه؟ حبينا الشغلنا، حبينا نثبت وجودنا، خدنا المساله بجد وكاجتهاد، ان احنا عايزين بنحب التمثيل. ويمكن اتواجدنا في وقت صعب، اتواجدنا ان فيه كان في نجوم ستات كبار وقتها موجودين، كانت الافلام وقتها بتعالج الافلام اللي يمكن بطولتها رجاله. يمكن الستات كانوا وقتها يمكن فاكهه في الافلام، مثلا ادوار صغيره بتاع، لكن فعلا كنا دؤوبين ان احنا عايزين نثبت وجودنا. انصح الناس اللي طالعين انهم ياخدوا المساله بجد، ان البقاء للاصلح. هتشتغلي حلوة، هتلاقي كل حلو، هتلاقي حب الناس هيصدقوكي، هتلاقي شهرة، هتلاقي فلوس، هتلاقي استمرار، هتلاقي كل حاجة حلوة. المهنة الوحيدة اللي تديها تديكي من غير ولا تقولي لي بقى عيل ولا جوز ولا حبيب ولا حاجة، المهنة الوحيدة اللي تديها تديكي. طب لما يواجهوا صعوبات تنصحيهم بيه عشان يصمدوا قدام الصعوبات؟ يصمدوا، يصبروا يعني، يصمدوا. حلاوة الدنيا كده، ما بتصنعي تاريخ لنفسك ازاي غير انك لازم تنجحي تفشلي تقفي وتقعي وتجري وتستريحي شوية عارفة. اعتبري نفسك زي في سبق الخيل، انت في سبق خيل، حصان بيجري، ممكن تسبقي، ممكن تستريحي شوية، ممكن رجلك توجعك حبة، ها ممكن تقفي تتفرجي شوية على السباق، لكن تكملي، واخده بالك. لك لو ريحتي خالص سلام عليكم، واخده بالك دعتي. لكن ادي لنفسك انك اعتبر نفسك في سباق زي سباق الخيل يعني، بالظبط انت في سباق خيل، ها وفي وملوش نهايه. المهنه الوحيده اللي ملهاش نهايه خالص، وطموحك ملوش نهايه فيها نهائي. يعني ما اقدرش اقول مثلا انا عايزه ابقى نجمه، طب انا نجمه، لكن ايه بعد النجوم؟ عايزه ابقى كمان، عايزه كمان، عايزه كمان. طول ما انت عايشه هتبقي عايزه كمان. 20 سنه من المسيره الفنيه حسب ما حضرتك ذكرتي وقلتي، هل قدر الفن يكون لمعالي زايد ثروه؟ والله مش بطاله يعني، ما مش حاضره اقول لك ان انا مليونيره، واخده بالك، لكن حاضره اقول لك ان حقالي الستر، ان انا ما بقاش محتاجه ان انا انزل اشتغل
عشان امثل، واخده بالك؟ لا حقق لي الستر ان انا مستوره الحمد لله. الحمد لله. انا عندي سؤال، كنت حكيتي انه حضرتك وسبت اثر الحكيم كنتوا 4 5، كنتوا تفكروا بدور الست اللي كانت دور قصير كمان واللي كانت فاكهه زي ما كمان قلتي، معناتها قصه المراه والرجل وحقوق المراه وحقوق الرجل كانت يعني مأثر عليكم شوي، وهيدي اعطتكم دفعه للظهور اكثر. طبعا احنا نثبت وجودنا ونحاول نعبر عن اصل احنا اصل هي الممثل بيبقى ايه، شئت او لم تشئ فانت قدوه. البنت في اللي عندها 17 سنه واللي عندها 16 سنه والكلام ده بتتفرج علينا بتتعلم زي ما احنا اتعلمنا، يعني اتعلمنا الحب وتعلمنا اللبس وتعلمنا الدلع وتعلمنا الكلام وتعلمنا التعامل من السينما، من نجمات السينما من واحنا لسه تلامذة. فكونك انك انت تبقى في يوم من الايام في هذا المكان فانت مسؤول، شئت ام لم تشأ فانت مسؤول. فلازم ناخد بالنا جدا من الحكاية دي، انت بتقدم ايه على الشاشة ومين هيتفرج عليك ومين هيتعلم منك، دي مهمة جدا جدا جدا. متصور شقتي وراضي حضرتك على وضع الست بالسينما حاليا بالمقارنة؟ والله مش راضية قوي، لكن راضية مش راضية قوي، لكن راضية بكفاحنا ان احنا بنحاول ولسه قدامنا كتير. وطموح انه لوين؟ لا طموحنا ملوش حدود. انه لوين توصلوا يعني؟ العشر ملوش ستات الموجودين فيكي هول ملوش حدود، ملوش حدود، ملوش حدود خالص يعني، لسه كتير كتير لغايه ربنا ما يدينا العمر. رح غير لك شوي عن الاسئله الفنيه وهي القصص اللي عم نحكي فيها صرنا مده. معالي زايد، لو بدك تنتقي اصدقائك شو الصفات اللي بتنظري لها باصدقائك المقربين جدا اليك؟ بس صديق هو اللي ما يوافقكيش على الغلط، خدي بالك. عمر ما صديقي يوافقك على الغلط، ده ما يبقاش صديق نهائي، بيبقى عامل زي الام او الاب. يعني اوعى تفتكري ان صديقي اللي تقولي له يلا نعمل مش هقول لك يلا، لا طب ما ده غلط، ده ما يبقاش صديق. يمكن الواحد صغير يتخيل ان ده صديق، لكن بعد العمر لما توصلي لمرحله بتبقي محتاجه صديق تبقي متردده فتقولي له انا بفكر في كذا، يقول لك لا ده غلط، ده صديق. تتقبلي هذا الشيء؟ طبعا. ما صديق انك تعيطي قدامه، انك تضحكي قدامه، انك تحسي انك بتعري نفسك قدامه من غير ما تخجلي، انك ما يبقى ما تتكسفيش لو بقى قدامه نقطة ضعف، حس بنقطة ضعفك وما مسكهالكيش أو ما تكاش عليها في يوم من الأيام، هو ده صديق. لكن غير كده اعتبريها أي حاجة، اعتبريها معرفة، اعتبريها زمالة، اعتبريها أي حاجة، لكن الصديق هو اللي بيبقى فعلا خايف عليك، ينصحك، يقول لك الصح إيه، ما يغيرش منك، يحب يشوفك ناجحه. ده صديق اللي تأمني له وتقولي له على كل حاجه، تعيطي تصوتي تشوفيه من غير مكياج، تشوفيه زي ما انت بعبلك كده، بعبلك يقبلك زي ما انت، فاهمه ازاي؟ هو ده صديق اللي يفضل معاكي سنين. ولعلمك انا في حياتي ما فيش اصدقاء كتير، انا في حياتي صديقه واحده من ايام الكليه، صديقه بره الوسط الفني، صديقه واحده من ما عندي معارف عد شعر راسك مليون حد، لكن صديقه صديقه واحده دي اللي اقول لها كل حاجه، ما خافش ما كسفش، عارفاني شايفاني زي ما انا. يعني ممكن نقول ان حضرتك واجهتي صعوبة انك تكوني صداقات داخل الوسط الفني؟ مش صعوبة، لكن صعب، صعب انك تلاقي حد تبقي قدامه زي ما انا بحكي لك بالظبط، زي ما انا بحكي لك بالظبط. يعني ممكن تحصل بالصدفة؟ لا مش بالصدفة، بتتكون. اصل زي واحد ما كونش صداقة من وهو صغير صعب قوي يكونها وهو كبير. طيب بختام هالجلسة، لو طلب من معالي زايد انه تسأل نفسها سؤال وتجاوب عليه هلا، شو بتسأله وشو بتجاوب؟
انتوا خلصتوا كل الاسئله. بس بتقوليش حاجه اسالها بصراحه يعني. اقول لكم ايه؟ يعني حققت اللي انا عايزاه. هقول لك الحمد لله اللي انا حققته، ولسه قدامي كتير نفسي احقق. انا عندي طلب اخير بهالكاميرا اللي قدامنا هون، رح تكون مثل مرايه نحكي من خلالها، نوجه كلمه للشعب اللبناني والجمهور اللي حيشوف معالي زايد. شو بتحبي توجهي لهم من خلال برنامج ليل مفتوح؟ يعني اقول لهم بحبكم قوي، بحبكم لما بشوفكم هنا في مصر، ونفسي اشوفكم قوي قوي في لبنان. انا عمري ما شفت لبنان، لكن بسمع عليها انها باريس الشرق فعلا، واهلها ناس لذاذ وحلوين وطيبين مزوقين للفن. وبسمع ان انا ليا شعبيه كبيره قوي عندكم، ونفسي ابقى موجوده معاكم، وقريب جدا جدا هبقى معاكم ان شاء الله. الله يخليكي، نشكر كثير على هاللقاء الصريح واللذيذ والحلو، وحابين ننهي برنامجنا هلا لانه عم نسمع طرب مصري. حابين ننهي برنامجنا بشيء من الطرب، شو بتحبي تسمعي حتى يكون هديه منا لك؟ اسمع ام كلثوم. حلو.